نفى مصدر مسؤول ما زعمته قناة الجزيرة من أن أسرة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قد غادرت معه إلى المملكة العربية السعودية، والذي كان قد وصلها مساء أمس لاستكمال بعض الفحوصات الطبية. نحن نقول من هنا من ساحة التغيير، ساحة الثوار الأحرار، أن علي عبد الله صالح ذهب ولن يعد. علي عبد الله صالح أصبح عند الثوار وأصبح عند ساحات التغيير والحرية شيئا ماضي لن يعد، وهذا ما جزم به الثوار، وهذه النهاية المخزية التي حصلت لهذا الظالم السفاح الطاغية. خلاص